زرتكم ما سمعتوش الكلام، كان لازم نعمل العمليه. حضرتك عارف ماما عنيده قد ايه، رفضت تعمل العمليه. ده غير انها ايه، اتجوزت من حوالي شهر. اتجوزت ازاي؟ ازاي وهي في الحاله دي؟ ده انتحار. كانت متخيله انها لما تتجوز هتتبسط ومعنوياتها هتتحسن. عموما انا ما قداميش غيرك عشان اصرحه بحالتها الصحيه. تقصد ايه يا دكتور؟ ماما جايه المره دي تعبانه جدا، والعمليه لو ما اتعملتش في ظرف اسبوع بالكتير هتبقوا انتوا المسؤولين عن اي حاجه ممكن تحصل لها. اسبوع واحد بس؟ معلش انا اسفه، هطلب منك الفلوس بتاعت عمليه ماما. عايزها امتى؟ ويا ريت يعني بكره عشان الحق احجز العمليه. دن انا واخد سويت هنا في الفندق لمده سنه، عدي عليا بكره هتلاقي شيك ب 50,000 جنيه جاهز. عدي عليك في السويت؟ مفيش، انا لوحدي، محدش هيعرف اللي خدت الفلوس مني. ايوه بس انتي سكرتيرتي الشخصية، يعني عادي ان انا اقول لك تجيلي في اي حتة هتجيلي. بس منى ما فهمتنيش على ده. ما ينفعش تقارني نفسك بمنى. فلفل انتي حاجه تانيه خالص. انتي سكرتيره تشرفي الشركه كلها. سكرتيره تشرفيني انا شخصيا. ايوه طبعا اشرفك وحاجه تسعدني، بس في الشركه مش في السويت. عمرك ما هتقابلي حد ستريت فورورد زيي. انتي عجبتيني. شديت انتباهي من اول نظره، وانا صعب قوي ما حد يشد انتباهي. طيب معلش انا مضطر امشي، اتاخرت قوي. مش هتمشي لما تسمعي الديل انا قلت لك. ديل ايه؟ هديك 50,000 جنيه ومش عايزك ترجع لي. ده مقابل ايه؟ مقابل انك تبقي بتاعتي لمده ليله واحده بس. فكري كويس، انا عارف ان دي زي ده صعب قوي انه يترفض في الايام اللي احنا فيها دي. متأكد انك هتيجي. كان عندك حق، الصفقة بتاعتك صعب قوي انها تترفض. £50,000 as promised تصرفيها من البنك الفرع اللي قدام من الشركة. تفضلي. Beautiful smile. ايه رايك في السويت؟ ده المهبأ بتاعي، زهقت من شغل مفروش واخيرا عرفت افرفص من مراتي. خليك على راحتك، ده الحمام في يوم تو فريشن اب، استناكي فوق. بليز متأخريش.
لبنان. فريدة حبيبتي، ما تحمليش نفسك فوق طاقتها. يعني ايه؟ يعني ما فيش غير الخبير الألماني ده هو اللي هيعرف يعالجني. انا السبب، ما لحقتش الم الفلوس قبل ما يرجع بلده. حبيبتي كفاية الهموم اللي انت شايلها فوق كتافك من يوم ما جينا البيت ده، كفاية حبيبتي. حسام قال لي ان هو في دكتور صاحبه في معهد القلب حجز لك هناك، وبوسطة ان شاء الله هيجي عليك الدور قريب قوي. انا عارفة كويس يا فريدة ان انا مش هعمل العملية دي غير في الميعاد اللي ربنا رايده ان شاء الله. بس انا برضو مش هسكت، هكلم الكاب واشوف ازاي يقدر يبعت لنا فلوس مع اي حد جاي مصر. فريدة انا وباباكي خلاص اتطلقنا، ما تكلمهمش. انتي صحيح خليتيه يطلقك، بس هتفضلي طول عمرك ام ولاده. هو عارف كويس قوي انتي بالنسبة لنا ايه. Mm-hmm.